السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة مع بعض هنتعلم معلومة جديدة جدا ومهمة لكل المبتدئين معايا، وممكن كمان ميكونش اللي عندهم خبرة ممكن ما ياخدوش بالهم منها، بس النهاردة هنقولها لكل الناس ومش هنخبي عنكم اي حاجة. عايزين نرتفع بالسلاسل من غير ما يكون في سلاسل، كمان ما يبقاش فيه فراغات في بداية الشغل بتاعي. بصوا ما فيش فراغات، ازاي هنعمل مع بعض الطريقة؟ مبقاش فيه فراغ ازاي، وازاي تعمليها من غير ما ترتفعي بسلاسل. تمام، انا هبدأ دلوقتي. انا عندي العواميد عملتها مثلا معاكو اهي، بس انا عملت شوية علشان اعرف اوريكو ازاي نعملها. بداية السطر مفيهاش اي فراغات، وهي طريقة رائعة جدا. ماشي، احنا كده خلصنا السطر، بنلف السطر كده وبندخل بغرزة معانا نعمل غرزة حشو. تمام اهي، وبعدين باخد الخيط وبدخل تاني جوه الاول غرزة، يعني فرد واحدة من الغرزة، وبدخل تاني كده وبعمل غرزة حشو تاني. تمام، باخد الخيط وبكمل انا بقيت الاعمدة ماشية بيهم من غير ايه، زي ما متعودة يعني، من غير اي حاجة جديدة بخلصها. وبرضو على فكرة عندك حرية ان انت تعملي، انا طبعا عملت اخر السطر كده. بصوا اهي، باجي هنا في الغرزة اهي اللي عملتها، باجي لقي هنا اهو اهي، بدخل بالذكر في الاتنين دول وبعمل غرزة عمود بلفة، وباخد الخيط وبلف، سوري تعود الف الشغل بغرزة كده اهي، وبدخل نفس المكان وبعمل العمود. المفروض بقى العمود ثلاث سلاسل اللي بعملها، لا مش بعمل ثلاث سلاسل، بعمل غرزة حشو، ادخل خد خيط تاني سوري، واعمل غرزة حشو تاني. اكيد انا عملت العمود بتاعي من غير ما يكون في فراغات بينهم وبين العمود اللي وراه. تمام كده اهو بالشكل ده. نكمل لاخر السطر بس اوريكم الشكل النهائي. بيه في الاخر باجي هنا في غرزة بتاعت العمود وبعمل عمود بلفة عادي اهي. بصوا الغرزة بتاعتي مفيهاش اي فراغات، عملتها احيانا بتطلعي بثلاث سلاسل، فبتبقى في فراغ هنا بينها وبين العمود، يا اما بتعملي اتنين سلسلة مثلا، او بتعملي الغرزة ديت زي ما وريتها لكم. تمام، ان شاء الله يكون الفيديو مفيد وسريع النهارده، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات اخرى باذن الله تعليميه عشان كلنا نستفيد مع بعض. ومع السلامه.